خاصه بلائحه النظام الاساسي ومشروع لائحه النظام الاساسي خاص بالنادي الاهلي. يا استاذ صبري مساء الفل عليك. مساء الخير على حضرتك وعلى كل اللي بيتفرجوا علينا وعلى الاهلي والاهلاويه كلهم. معانا الكابتن احمد بلال ضيفنا في الاستوديو كمان. مساء الخير يا كابتن، ازاي حضرتك؟ الفل عليك، الله يخليك يا رب، الحمد لله. طيب كابتن صبري، يعني يوم اكيد هام جدا في مشوار وتاريخ النادي الاهلي، حابب تقول ايه في هذه اللحظات التاريخيه خصوصا في ظل توافد عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي على مقر النادي في الجزيره علشان يشاركوا في مشروع لائحه النظام الاساسي، وخصوصا ان حضرتك احد الافراد اللي كانوا متواجدين في ورشه العمل الخاصه بهذا المشروع؟ والله هو نموذج يحتذى في بقيه الانديه بصراحه، فكره انه يشارك كل الناس المنتمين لهذا الكيان العظيم في صياغه اللائحه من فتره ومناقشات والناس بحاجه وخد في الكلام لحد ما نوصل لصيغه طيبه وبعدين تطرح للتصويت عليها. نموذج محترم تمام، يعني بيحترم المكان وبيحترم الناس المنتميه للمكان تمام، وصوره كويسه تخلي الاخرين يعني يحتذوا بيها. أكيد حضرتك أكيد بتتابع المجريات اليوم كله من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، قول لي انطباعاتك من الصورة اللي حضرتك شايفها، أنت أكيد كمان رحت وشاركت، انطباعاتك إيه؟ والله أنا شايف يعني حفاوة حلوة وحضور جميل، وفكرة إن الناس تصنع قانونها بإيديها دي مسألة محترمة جدا. طيب الرسالة اللي حضرتك ممكن توجهها لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي اللي لسه لغاية دلوقتي ما نزلوش مثلا، ممكن يكون وراهم مشكلة وراهم مشوار بس إن شاء الله يقدروا يروحوا ويكملوا، إيه الرسالة اللي أنت حابب تقولها لهم؟ لا أنا متوقع إن الناس بعد الظهر يعني بتبقى العدد يزيد، كثافة العدد يزيد طبيعي يعني طول عمرها كده الحقيقة الحكاية دي. طيب أهمية تواجد دستور أو قانون أو لائحة خاصة بالنادي الأهلي من وجهة نظرك؟ لا ده لازم يكون في كل نادي وكل كيانات يكون عندها لائحه تحكم علاقه الناس ببعضها وعلاقه الكيان بالمؤسسات الاخرى في الدوله، يعني ده مساله مهمه جدا يعني اساسيه يعني في يعني بس الفكره انه الاهلي بيدي درس فكره في ديمقراطيه المناقشه والهات وخد طول الوقت. طيب شيء محترم جدا. طب استاذ صبري، حضرتك شاركت في اعداد هذه اللائحه كفنان طبعا كبير، قول لي الكواليس والاجواء كانت عامله ازاي في خلال طبعا الاقتراحات اللي كنتوا بتقدموها الخاصه بمشروع لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله كان حاله مبدئيا الناس كلها محترمه بعضها وعارفه ان هم هنا كلهم منتمين لكيان واحد وكلهم بيحبوه، فكانت المناقشات على قد بعض السخونه في اوقات، لكن كان كلها حاجه في 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 اطار ان احنا جايين بنحب مكان وبنحب الكيان وعايزينه يبقى احسن. يعني ان شاء الله دايما النادي الاهلي هيفضل افضل واحسن وتطور دايما دائم للنادي الاهلي. يا استاذ صبري فواز طبعا الفنان الكبير، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كابتن بلال، واضح ان في حماس كبير جدا عند الناس كلها ان هم يشاركوا في يوم مهم زي ده. طيب شايف من وجهه نظرك